هناك توقعات كثيرة، وسائل الإعلام أطلقت تكهنات ونشرتها غير معروف بالضبط ما هو المنتج، ولكن لو تسلا هي شركة سيارات تنتج سيارات كهربائية، ولكنه قال في تغريدته ليست سيارة، يعني لولا أنه قال أنها ليست سيارة لكان الجميع اعتقد أنها سيارة جديدة مراعية للبيئة وبسعر زهيد قريب من استخدام عموم الناس. نعم، هل سمعت في أكثر عن التوقعات مثلا؟ هو بصراحة يعتقد أنها ستكون بطارية تعمل بالطاقة الشمسية، وهذه البطارية سوف تكون قابلة للاستخدام المنزلي، أي أن مستخدموها سوف يستغنون عن خدمات الكهرباء من المرافق العامة، وسوف يستغنون عن دفع فواتير كهرباء. ولكن حقيقة أن عندما قال خط إنتاج ونحن نتحدث عن تسلا وهي تصمم أهم سيارة، يتوقع أن المنتج هو سوف يكون أضخم من ذلك، لذلك بدأت تطلق الإشاعات والدعابات أيضا، بعضهم قال أنها سوف تكون دراجة نارية تعمل بالطاقة الشمسية أو بالطاقة الكهربائية، وبعضهم قال أنها الهايبر لوب هي الفقاعة التي سوف ينتقل بها، وذهب الآخرون إلى مجالات أخرى وخيالهم ساقهم إلى أنها قد تكون آلة الزمن، وهذا مضحك. فهناك توقعات كثيرة. إذا تحدثنا عن زيادة مدخول الشركة، كيف زادت قيمة هذه الشركة بمليار دولار دفعة واحدة؟ نعم عزيزة، الموضوع أنه يتعلق بشقين، الشق الأول يتعلق بإيلون ماسك نفسه، هو الرجل نفسه، والشق الثاني يتعلق بالتغريدة. إيلون ماسك هو رجل كما قلنا عبقري ذكي خارق الذكاء، قادر على تحقيق أحلام البشرية، له تاريخ رائد في مجال الأعمال، وقصته لا تشبه قصة أحد بنجاحاته وفشله. فلا ننسى أيضا أنه أغرق السوق مؤخرا في نهاية عام 2014 بمليارات الدولارات ليثير انتباه وول ستريت أن قصة هذا الرجل ليست قصة شركة تنتج سيارة، وإنما أكثر من ذلك بكثير. لذلك عندما أطلق هذه الأحجية كما نقول، فإنه ترك للناس أكثر حوالي 30 يوما ليتساءلوا ويتكهنوا ماذا قد يكون هذا المنتج. وول ستريت عندما أطلق هو هذا المنتج على ثقة، وكذلك الشارع العام على ثقة أن هذا المنتج سوف يكون ضربة كما عودهم سابقا. أيضا الأحجية بحد ذاتها التغريدة، هو لديه أكثر من 1,900,000 متابع على تويتر، وهذا يعني أن هؤلاء الناس سوف يتنقلون الخبر بينهم بسرعة الريح، وأيضا حصل على 10,000 إعجاب خلال ساعة. فالعبارة بحد ذاتها هي عبارة تسويقية كاملة، فلذلك نعم حقق هذه النسبة وزادت قيمة أسهمه بنسبة 4% خلال 10 دقائق، وقيمة السوقية للشركة زادت 900 مليون دولار خلال هذا الوقت القصير جدا. نعم، سؤال أخير نادين، متى سيكشف إيلان عن هذا المنتج؟ هو قال أنه سوف يكشف عنه النقاب في 30 من هذا الشهر الجاري الساعة 8 مساء في استديوهاتهم في كاليفورنيا. نادين شكرا جزيلا لك، ربما نستضيفك في المستقبل حينما يعلن إيلان عن منتجه وللحديث أكثر عن التواصل الاجتماعي. شكرا مرة أخرى. شكرا لك يا عزيزة، أهلا وسهلا.